واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. خلق الله تبارك وتعالى الشر، لا يستطيع أحد أن يقول إن مخلوقا لم يخلقه الله، فالله خالق كل شيء، ولكن ينزه الله تبارك وتعالى أن يقال إن الله خلق الشر المطلق، لأن الشر نسبي، بمعنى أن الشر يكون شرا بالنسبة لفلان وخيرا بالنسبة لفلان الذي يموت، قد يكون هذا الموت خيرا له ويكون شرا لأبنائه لأحبائه، ويكون خيرا من وجه آخر. فما أكثر الذين يفيدون ويستفيدون من موت من يموت. وكذلك كل أمر في هذا الوجود الشر معهم شر نسبي، فمهما وقع من شيء يكرهه الإنسان يكون شرا من وجه ويكون خيرا من وجه أو من وجوه أخرى. فالإنسان مثلا قد يصاب بالمرض، إذا صبر عليه ومات بسببه مبطونا أو مطعونا أو مسلولا كان شهيدا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالمرض شر من حيث الظاهر، يعطل القوى الإنسانية عن أداء وظائفها ويجعل الإنسان محتاجا إلى غيره، إلى غير ذلك مما يتعلق بالمرض، فهذا شر من هذا الوجه، ولكنه خير بالنسبة للإنسان في مآله وربما في معاشه. فأما في مآله فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فهو شهيد. المبطون شهيد والمطعون شهيد، يعني الذي يقتله الطاعون هو شهيد، وصاحب السل شهيد، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون المرض حتى الذي يؤدي إلى الوفاة يكون خيرا للمريض من هذا الوجه. وشيء آخر، إن المرض الذي لا يؤدي للوفاة مع الصالحين من أعظم وجوه الخير، لأنه يجعل الإنسان منكسرا لربه، مخبتا منيبا خاشعا متجها إلى الله رب العالمين بكليته، لأن في المرض حال ضعف، يجعل الإنسان يفزع إلى القوي المتين إلى الله رب العالمين. فتجد المريض متعلق القلب بالله، ومعه شيء آخر هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي الصحيح: يعاتب الله رب العالمين يوم القيامة العبد فيقول: مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ لأن المرض نقص، والله عز وجل لا يمكن أن يمرض. فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده. والعيادة الزيارة للمريض خاصة، أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ فالمريض في المعية الخاصة، لأن الله معنا جميعا بالعلم والإحاطة والقدرة علينا وغير ذلك، ولكن هذه معية خاصة، معية تأييد ورحمة. يقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إذن الله خلق الشر النسبي الذي يكون شرا من وجه ويكون خيرا من وجوه أخرى، ولكن الشر المطلق الله عز وجل لا ينسب إليه خلقه، لأن الشر لا يكون شرا مطلقا، وإنما هو شر نسبي، شر من وجه وخير من وجوه أخرى.